طيب صلى على النبي، زيد النبي صلى عليه افضل الصلاه والسلام. هنحكي حكايه كده مع بعض. فاكرين لما كان دايما الاهلي بيتهاجم ده وهو ماشي كويس وهو بياخد بطولات وهو بيعمل تقريبا 20 ولا 21 انتصار متتالي؟ ما هو برضه احنا لازم نجيب للاهلي حقه، يعني لازم لما تحصل مواقف نقولها نتكلم عنها، لان ده حق الاهلي، ده حق النادي. اللي كان بيتهاجم بشكل مبالغ فيه بدون اي سبب مقنع وبدون اي اسس واقعيه تقدر انك تبني عليها هجومك. جت فتره من الفترات كده كان الاهلي شغال بيكسب 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 مع فايلر، لو تفتكروا اكيد فاكرين، ماشي بيكسب طول ما هو ماشي بيكسب، ما بيتعرضش لهزيمه ابدا، لغايه لما جه مره الاهلي راح خسر مباراه، بس خسر مباراه بس. طلع الكلام كله في ان الاهلي عنده مشاكل اداريه، قبل المشاكل اللي في الملعب المكتب في مشاكل اكتر بكتير، وان في مش عارف ازمات ايه وفلان مين وعلان حصل له ايه وكلام من ده، والدنيا قامت ما قعدتش، الدنيا قامت ما قعدتش. لكن اللي فرق مع الاهلي ايه؟ ان عنده ناس كوادر مسؤولين موجودين عارفين هم ماشيين ازاي، حتى لو خسروا ماتش، حتى لو خسروا بطوله اللي هي الدوري مثلا، البطوله اللي خسرناها البطوله الوحيده في سنتين اللي خسرها الاهلي. طبعا الجمهور بيبقى زعلان وبتاع عشان بنخسر بطوله الدوري متعودين عليها، لكن هي دي كره القدم، وارد انه يحصل. والزعل ما بيبقاش كبير قوي لما بتحس ان الفرقه عملت كل اللي عليها، ولما بتبقى قاري وشايف كل الصعوبات اللي مر بيها الفريق. فالناس اللي موجودين في النادي الاهلي، وخلي بالك برضو عشان ما تقولش ان انت لازم تقول كده وكلام، لا عشان بتكلم عن الناس الموجوده دلوقتي بس، انا بتكلم على كل الناس وكل المسؤولين ومجالس الادارات المختلفه اللي بتبقى مسؤوله جوه النادي على مدار التاريخ. لما بيحصل اخفاق سواء في بطوله او في مباراه زي ما بيحاول يصورها البعض ان هي مباراه هدت الاهلي او افقدت الاهلي الكثير او كشفت ازمات في الاهلي هي مش موجوده، هم عارفين بيبقوا ماشيين ازاي. طب هم بيمشوا ازاي؟ بتلف الايام وتدور الايام وتلاقي ان الانديه او المسؤولين او الاعلاميين اللي بينتقدوا النادي الاهلي هم نفسهم، هم مش حد تاني، هم طالعين بيشيدوا بالاهلي وطالعين بياكدوا ايه؟ بياكدوا ان الاهلي ما عندوش مشاكل لان في ناس بتشتغل بشكل صحيح بقى لها سنوات. ما لما تيجي تتكلم على سنوات انت مش بتتكلم على مجلس اداره واحد، انت بتتكلم على كذا مجلس اداره في مختلف الدورات اللي بتبقى موجوده. اي حد بيبقى موجود بينجح، بتلاقي اخفاق، بتلاقي اتنين، ده طبيعي، انت مش بتلعب لوحدك في الدنيا. بس في الاخر بتلاقي ايه؟ المجموع محقق فيه انجازات. فتلاقي الناس دي هي اللي طالعه بتشيد بالنادي الاهلي، خلاص بقى هم تعبوا. احنا هنقعد يا جماعه نخبط في الاهلي ونقعد نحاول كل شويه نجيب الاهلي حجه، وكل شويه نخلق مؤامرات، وكل شويه نعمل مواضيع وحوارات هي غلط اصلا. لا يا جماعه خلينا بقى نعترف بقى. خلينا بقى نقول الحقيقه بقى يا جماعه للجمهور. الاهلي ما بيتسببش في اي مشاكل لاي نادي تاني. الاهلي مركز مع نفسه، مركز في اهدافه، ازاي يحققها، ازاي يوصل لها، ازاي يشتغل، ازاي يطور من نفسه، ازاي يستمر في بناء نفسه، سواء على المستويات المختلفه بقى اجتماعيا انشائيا رياضيا كل حاجه. لما الاعتراف يجي من الناس دي نفسها يبقى ده حق الاهلي. هم ما بيجاملوش النادي، هم ما بيعملوش حاجه مش واقعيه، لا ده حق الاهلي، هم ادوا له حقه بعد ما كانوا عمالين بيحاولوا يخرجوا لنفسهم مبررات. لكن ما خلاص بقى هفضل اخرج مبررات غير واقعيه في الاخر، طب ما انا مش هو ده الصح، انا عمال اخسر كتير وعمال للاسف. يعني احنا بنتكلم طبعا على كل الانديه بكل التقدير والاحترام، وكل جماهير الانديه ناس يعني بنحترمهم وكامل الاحترام والتقدير لكل الناس يعني، بس احنا بنتكلم في حق الاهلي مش اكتر، دون التقليل لاي حد تاني. في انديه عريقه جدا في مصر وبنحترمها جدا جدا جدا، سواء مسؤولين او جماهير او اي حد في المنظومه يعني. لكن طالما هم اعترفوا بحاجه زي كده كمسؤولين فدي حاجه تحسب لهم بالمناسبه، ودي حاجه تخصص تحت عنوان حق
الاهلي، حق الاهلي، ودي ممكن تكون بدايه اصلاح عند بعض الانديه اللي ممكن ما تكونش بتعترف باخطائها علشان يرضوا جماهير مثلا، رغم ان الجماهير مدركه بشكل كبير جدا الازمه فين. انا هنا مش منوط ان انا اتكلم على ازمات انديه اخرى، لكن انا منوط بان انا ابرز حق الاهلي بعد فترات كتير جدا الاهلي كان بيتهاجم فيها. طيب،